يحرص الناس من كان في قلبه إيمان وتقوى منهم على دلالة الناس ودعوتهم إلى الخير وهدايتهم إلى طريق الحق، ولكن الشيطان أحيانا يتسلل إلى نفوسهم فيشعرهم أنهم هداة حقيقيون، وأنهم باستطاعتهم أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. وهذا كما قلت من تسلل الشيطان إلى نفس الإنسان المؤمن المتقي في ظاهر أمره. كيف ذلك؟ قال لماذا تسلل الشيطان إليه؟ لأن الله تعالى خاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الدعاة وأكبر الدالين على الله وأعظم الناصحين والهداة بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية لو فهمت على غير المقصود منها لنسف معناها تماما ولضاع معناها ولم يستطع الإنسان أن يصل إلى خير منها والعياذ بالله تعالى. قل كيف هذا؟ إذا قرأها الإنسان ووصل تسرب إلى ذهنه وعقله أنني على ما أتعب، ما دام أفضل البشر لا يهدي من أحب، فعلى ما أدعونا، أنا لست كمثله ولا أصل إلى عشر معشاره وهو أعظم الدعاء، فلماذا هذا الجهل ولماذا هذا البلاء ولماذا هذه المصائب التي تتلاحق وتترى علي؟ أفلا أخفف عن نفسي هذا العبء فأقول يا أخي بالعام يتركه خلاص اشتدي منه، حكيت معه ما رد انتهى الموضوع، قلت له الاب يصلي ما صلى انتهى الموضوع، أنا ما علي عبء أبدا. هذا تسلل من فكر شيطاني للإنسان. لماذا؟ لأنني في كل أعمالي لا ينبغي لي أن أظن أنني أنا الفاعل، أنا لا شيء، أنا هذه فلأمسحها من قاموسي وإن كانت هي كلي، أنا هي كلي، ورغم ذلك لا ينبغي أن أعتمد عليها أبدا. كان بعض أهل الصلاح والتقوى وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله مما ينسب إليه أن يقول: أيها السبب لست المقصود ولا بد لنا منك. السبب بمعنى الطعام، بعض الناس إذا أكلت أشبع، من قال لك؟ قال هذا يعني أنت إيش هتخالف حقائق الكون؟ لا لا لا، أنا أتبع حقائق الله لا حقائق الكون. حقائق الكون حققها الله الذي خلقه، الذي خلق كل شيء هو الذي جعل الحقائق، وليست هناك حقائق تمشي بغير أمر الذي حققها وفطرها وخلقها. الطعام لو لم يأذن الله تعالى له أن يجعل في نفس الإنسان الشبع، لو أكلت 50 ضعف الطعام المعتاد لم يشبعت، لمت وتمزقت أحشاؤك وخرج الطعام من بطنك ولم تشبع، ولكن الله هو الذي يجعل فيك حاسة الشبع. وكذا الله تعالى هو الذي يخلق فيك لحظة الهداية فتتقبل الخير وتفيه إلى طاعة الله عز وجل. قال إذن كما قلت، يأتي الشيطان يقول إيش؟ مدام الله هو الهادي، هو ولكن الله يهدي من يشاء، فما واجبي أنا؟ واجبي أن أدعو إلى الله ثم بعد ذلك أستسلم. قال كيف؟ سأتي بأمثلة ثم أقول. واجبي أن أكل مما حل الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم بعد ذلك أطلب من الله ليخلق في الشبع. واجبي أن تداووا عباد الله، واجبي أن أدعو إلى الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، واجبي أن أذكر أهلي بطاعة الله بشكل مستمر إلى آخر الأنفاس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولكن مع كل هذه الواجبات أنا لا أعتقد أنني أفعل في كل هذا شيئا. هذا شأن حقيقة الإيمان، أنا أدعو إلى الله لكن إن لم يستفد مني أحد ذاك قدر الله، ولا أنتظر في يوم من الأيام شيئا، أنا أنتظر قدر الله، أتمنى وأرغب وأبحث أن يحقق الله على يدي خيرا، أتمنى ذلك، ولكن إن لم يقدر الله فهذا قدره وشأنه. فأنا من واجبي أن أدعو ولا أتقاصر، وأن أذكر ولا أتقاعس، وأن أنصح ولا أتراجع، ولكن كل الهداية بيد ربي عز وجل.
بهذا أستريح. كنت من قديم في أول شبابي أقول يا أخي والله ذكرت في المسألة الفلانية 10 مرات ما وجدت استجابة، ما بيت أنصح حدا خيو، بيت أقول في نفسي ما حدا عم يرد علي، ما عم أذكر ولا أدعو ولا أدرس ولا أعلم، ما حدا عم يستجيب. كم مرة قلنا مثلا الدروس العلم ما يحضر الناس دروس العلم، كم مرة قلنا لا تتسرعوا أيها الناس، ما أقصد أنتم أو كذا، عموم الناس المسلمين، نعم لا تتسرعوا في الفتوى، نجد كل يوم صغارا وكبارا ونساء ورجالا يفتون بغير علم. كم مرة قلنا واظبوا على صلوات الجماعة، مساجدنا 3/4 خالية. كم مرة كم مرة كم مرة، فيأتيني كان الشيطان يقول لي إيش عتستين كلام هواء لا يفيد شيئا ولا ينفع شيئا. قلتها مرة لبعض شيوخنا يرحمهم الله فأشار لي لهذه الحقيقة، وهي الحقيقة حقيقة وواضحة، ولكن الإنسان بطبعه لجوج لجوج، لا يعني يأتيه الشيطان إيه ليش ما عم بتحمل، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بالمقابل قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومثل هذه الآيات قد تصطدم في عقول البعض، إنك لا تهدي من أحببت، بالمقابل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الأولى لا تضع الهداية التي نتكلم عن محور درسنا، لا أنت وأنت أفضل رسل الله ولا من بعدك مهما كانوا أيضا يستطيع أن يضع الهداية في القلب، وإنك لتهدي أي وإنك لتدل على طريق الحق، تدل دلالة، أما إلقاء الهداية فلا تستطيعه، ولو استطعته لهديت عمك المقرب إليك أبا طالب ولكنك لا تستطيع. هل كف رسول الله يوما عن دعوة عمه؟ لا، إلى أن خرجت روحه من حلقومه. كم من الناس اليوم من يتأفف كما قلت حاله كحالي في أول حياتي، ما إيش قلت له لأن بيصلي ما برد يا أخي، ما بتقول له مليت كليت لسه ما برد علي، ما برد علي جتمت له ما بدك تقول له لما تموت أو يموت هو، وإن تركت فأنت مذنب مقصرا في حق نفسك وحقه. رأيت منكرا نصحت صاحبه لم يستجب، واجبك أن تكرر النصيحة بعد حين كي لا تصطدم معه أو ينتج عنها شر أكبر، ولكن أن تسكت هذا حالنا الذي قصرنا فيه من تسويل وتسويف الشيطان. يا أخي حاجة لسه تنهار درك ما حد عبرد يؤذى ما حد، قد يرد علي إنسان ويستفيد من كلمتي أو من كلمة غيري من كلمة أي ناصح داعي بعد 10 سنين بعد 20 سنة قبل أن أموت بلحظة، لا ينبغي اليأس من هذه الأمور، لكن بالمقابل إذا سلمت الأمور لله شعرت حين هذه الراحة. لو أن الله قضى لي أن أشفى من مرضي لشفيت، ولكن قضى علي أبقى مستمرا بمرضي. لو أن الله قدر لفلان أن يهتدي لهداه على يدي أو على يدي رجل آخر، ولكن ما قدر له الهداية، ويجب علي أن أبقى داعيا ومستشفيا وطالبا للخير ولا يأتيني الشيطان ولا أستسلم لوساوسه أبدا. سبحان الله، هذه القضايا يا أيها الأحبة هي حقائق الإيمان، حقائق الإيمان التي يجب أن يعني نلتزم بها. عرفت إنسانا في يوم من الأيام كان مسرفا على نفسه، أعرفه شارب خمر، هذا هكذا عرفته، وعرفته منذ أن كنت في أول اليفاعة من قليل. ثم أذكر أنه في يوم من الأيام بعد أن تجاوز 60 صار يتردد إلى مسجد الحي أحد الأحياء، صار يأتي إلى المسجد ولم يلبث بعدها إلا أقل من سنة حتى توفاه الله عز وجل. أكثر من 40 سنة من حياتي شارب خمر، جلوسه مع الفسق الفجر العصاة الضالين المنحرفين مفسد يتعدى على الناس في الشارع، كان يعني بيقول له هذا المجرم أسماءه هذه، نعم، قبل أن يتوفى بعام واحد أو أقل صار يأتي إلى بيت الله، بدأت أموره تتحسن
لم يتطل هذه الحادثة فيه أقل من سنة ثم مات. سمعت حادثة أعجب من هذه، هذه رأيتها أنا بنفسي، سمعتها من بعض الشيوخ. قال يحدث عن نفسه: كنت في أول حياتي نشيطا في الدعوة إلى الله، كذا يقول هذا العالم. وكان بعض شيوخنا يحدث يحضوننا على النشاط في الدعوة وبخاصة للعصاة. قال: فيوما من الأيام رأيت عاصيا تفوح منه رائحة الخمر، فجئت إليه قلت له: يا عم هل تأتي معي إلى المسجد؟ فنظر إلي: أنا مسجد؟ أي مسجد؟ يا عم أتوسل إليك، أقبل يديك، هكذا بلطف، رغم أنه عاص وشارب خمر ورائحة خمر تفوح منه، هل تذهب معي إلى المسجد؟ بالله عليك هل تذهب إلى المسجد؟ هل تذهب إلى المسجد؟ ألح علي، نظر هذا رجل يعني ليس صغيرا، فقال: امضي إلى المسجد. ذهب معه إلى المسجد، دخل إلى المسجد، رائحة الخمر واضحة منه، فبدأ الناس يرشقونه بعيونهم، دخل سكران على الجميع، أنا قلت ما بيستحي، وهو طالب علم فتي يعني في أول حياتي، تدخل سكران إلى المسجد، يرمقونه يرمقونه، ثم ذهبوا إلى إمام المسجد: يا شيخنا رأيت فلانا، هو يحضر عند الإمام يعني شاب كان، وصار بعدها عالما مشهورا، انظر إلى فلان، أدخل ذاك السكير معه، أخرج السكير كذا، قال: فرمقني الشيخ بعيني، فجئت إليه: يا سيدي تكرم علي واقبلوه يا أخي، يا أخي لعل الله يكرمه. قال: فدخلت معه فتوضأ ثم وقف، فلما حانت الصلاة وقف في أقصى الصف فصلى، فلما فرغنا من الصلاة نظرت إليه فإذا هو ساجد، قلت: سأخرجه بعد ما انتهت الصلاة، أنا الموكل بإخراجه، يعني أتيت به إلى المسجد ورائحة الخمر تفوح منه، والناس كل واحد عبقرة في أرض جنبه وعبعد شبر وشبرين ومتر ومترين عنده عنه. مهم، فرغ من الصلاة لم يرفع رأسه من السجود، ينظر إلي لم يرفع، يرضى ينظر إلي لم يرفع، أطال الأمر، جاء إلي هزه فانقلب على وجهه فإذا هو ميت. يقول الشيخ ودمعت عيناه لما حكى هذه القصة، قال: أنا يعني أدعو إلى الله، صار عمري 70 الآن، أتمنى أن يقبضني الله وهو ساجد وأنا ساجد، وهذا السكير جاء به مرة واحدة فألقاه بين يدي فقضى أن يموت وهو ساجد، هذا أمر الله لا شأن لك أنت، لا شأن لك أنت أبدا، واجبك أن تعمل، واجبك أن تنصح، واجبك أن تلتزم بما أمرك الله، وبعد ذلك كله هداية ونصر وتوفيق. كم أسمع الآن من الله، كم أسمع لماذا لا ينصرونه، لماذا لا يخفف الله عنا، لا شأن لك. قال: أنا المبتلى وأنا مثلك مبتلى وغيري مثلنا مبتلى، إن بقينا على هذه الحال كل يوم نقول إيمت وإيمت وإيمت، سيأتينا الشيطان يقول: لا فرج لا خير لا نصر، اترك الدين. وحصل هذا مع بعض الناس، انسى هذا الموضوع تماما، أنا عبد لن أخرج عن كوني عبدا، مهما فعلت لو طرت في السماء ونزلت إلى الأرض أنا عبد مكلف بأوامر شرعية سألتزم بها منذ أن هداني الله إلى أن أموت، حصل خير حصل توفيق حصل نصر حصل فرج، ذلك فضل الله، لم يحصل أي شيء من هذا فهذا أمر الله وحكمته وتقديره، وأنا راض ومسلم. ترتاح ترتاح هنا، تصيبك الطمأنينة بأن ما قدر لك سيأتي. اللهم اجعلنا هادين مهتدين بما قضيت علينا راضين. الحمد لله تعالى رب العالمين.